السلام عليكم يا رفاق الاعزاء، اليوم رجعت لكم فيديو جديد ولعبة جديدة اللي هي مثل ما تشوفوا امامكم يا جماعة لعبة باتمان فينجنس او باتمان انتقام انتقام باتمان يا جماعة. من العنوان مبينة لعبة اسطورية جدا يا جماعة ولعبة تختيم كالعادة من الدرجة الاولى. هي اول مرة اجرب فيها اللعبة ورح اجربها انا وياكم يا جماعة، لانه هي هي الحلقة التجريبية للعبة يا جماعة. اذا اردتوا حلقات اخرى لازم تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة يا جماعة. لنختم اللعبة طبعا، ما بطول عليكم يا جماعة، مشاهدة ممتعة ويلا ليتس جو. اوكي يا جماعة ما راح ندخل مباشرة الجيم، طبعا مثل ما قلت لكم في البداية هاي أول مرة أجرب فيها اللعبة ولديك راح نفهم اللعبة أنا وياكم شوي شوي. يلا حبيبي كومونسي لابارتي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني صائم. اوكي مثل ما تشوفوا الكواليتي تبع الفيديو شوي ضعيفة يا جماعة، اسمع عليه. اوكي مصنع جوثام هذا. اوكي حلو. اوكي مثل ما قلت لكم مصنع جوثام يا جماعه. اوه كانه هي مرة. اوه في قنبله يا جماعه، اعتقد ان المهمه تبعنا الاولى هي لازم ننقذ المراه هي مفروض. تعرفوا هاي القنبله تبع مين؟ اعتقد انه هي القنبلة تبع الجوكر يا جماعة، هي فرضية، المفروض هي قنبلة تبع الجوكر. اوكي شوفوا الهيبة تبع باتمان يا جماعة، دايما هذا مكانه. يلا حلو. اوكي سمعتوا الضحكة يا جماعة، والله الجوكر العدو الأول اللي راح نواجهه هو الجوكر. يلا حلو. اوكي اوه طبعا وصلنا للمصنع يا جماعة. اوكي نعدل على الإضاءة، أعتقد إنه هيك أحلى. يلا حلو. اوكي الكنترول تبع اللعبة سهل، من هني دقيقة. اوكي يلا حلو. اوكي أعتقد لازم نمر من هني. يلا حلو. اوكي الان واو اعتقد انه لازم نقفز. يلا حلو. واو ايش هذاك؟ كانه لازم نحذر من الغازات يا جماعه، معناها لازم نقفز. دقيقه اقفز. يلا شوي شوي اقفز 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 اقفز. يلا حلو يا جماعه. اوكي الان وين وين يا جماعه؟ في سلم على ما اعتقد هنيك. اوكي اقفز. يلا حلو تقفز مره ثاني. حلو اوكي اقفز مره اخرى. اوكي مره اوكي المره في الجهه الاخرى يا جماعه. يلا حلو لازم نضغط هيك. يلا حلو فتحنا الباب يا جماعه. الان يلا وصلنا. اوه قنبلة يا جماعة. اعمال جوكر الوسخة، ايش الغبا هذا؟ الان لازم نهرب يا جماعة. من وين؟ دقيقة الباب. اوه ما يبينا نفتح الباب يا جماعة. كيفينا نقفز؟ فينا نقفز. يلا حلو. لازم نهرب اسرع وقت يا جماعة. يلا اهرب اجري يا بات. اوكي يلا وصلنا. راح تنفجر يا جماعة، راح تنفجر. اوه انفجار. يلا اهبط يا حبيبي. اوكي ما بدينا نتحكم. وات اوكي وات ما بدينا نحركه يا جماعه. يلا حلو. اوكي فيديو اخر. اوه جميل.
يلا حلو يا جماعة. والله المصنع انفجر. الله كأنها جوكر. والله الجوكر يا جماعة، شفتوا وجهه؟ الضحكة الشريرة الغبية يا جماعة، شفتوا عينيه؟ اوه ايش هاد. طبعا اعتقد كملنا المرحلة الاولى يا جماعة. اوكي انقذنا السيدة. اوه رسالة جوكر يا جماعة، المفروض رسالة تبع جوكر. اوه لازم نضغط على هذا لنلتقط الرسالة يا جماعة. وات يا جماعة، جوكر اخذ ولد المرة هي. انا اعتقد المفروض اخذ الولد تبعها ولازم نعطيه 5 مليون. اوه اسمه توبي، اوكي الولد اسمه توبي. وين المرأة؟ راحت هربت، والله ما بعرف، او الجوكر اخذها. لا اعتقد انا راح نواصل يا جماعة، راح نلعب مرحلتين ما اعتقد. يلا حبيبي نواصل. اوه كهف الوطواط، يلا حلو. شفتوا السيارة يا جماعة؟ اعتقد انه رجعنا لكهف الوطواط. ايش المكان الشاسع الواسع هذا؟ يلا حلو نروحوا للحاسوب تبعنا الكبير. ما تقول لي اوه يا حبيبي بات جير، والله بات جير فتاة الوطاط يا جماعة. اعطيناها الرسالة. اوكي قال لها انه اخذ الولد تبع السيدة هذيك. يلا حلو شو لازم نعمل الان؟ اعتقد انه راح ندرب شوي، والله ما بعرف. اوكي وين لازم نروح؟ اوكي اوه عندنا طبعا هاي جديدة. اوكي شو فينا نعمل؟ اوكي انني طبعا الاسلحة. يلا حلو يلا حبيبي نواصل. نهبط من هني. اوكي في باب. يلا حلو فتحنا الباب يا جماعة. افتح هذا الباب كمان. يلا حلو. وات اوكي راح ندرب يا جماعه. يلا حلو. اوكي لازم نضغط هني خان الستر ما اعتقد. يلا حبيب نعرف يا غبي وين. اوه هنيك. دقيقه نرجع لهذا المكان. يلا حلو اخذنا هاي الشيء ليمينوت على ما اعتقد، نقيد بها الاشرار او ما شابه. طبعا تستعملها الشرطه. ناخذ هاي كانه هاد سكاكين الوطواط او ما شابه. اوكي شو لازم نعمل الان يا جماعه؟ لازم نهبط. اوكي نصيب الاهداف على ما اعتقد. اوكي لازم نصيب الاهداف بسكاكين الوطواط. يلا نحاول. يلا حلو شوي يا حبيبي. اوكي الان راح تصير اسرع او اصعب او ما شابه. يلا بنعرف مره تاني او لازم نصيب هاد. والله ما عرفت دقيقه. اوكي يلا حلو. اوه يا حبيبي شوف ال يلا حلو نتدرب طبعا يا جماعة على ضرب الأشرار، ضرب مبرح مثل هذا الضرب. يلا اضرب يلا حلو. اوكي بيان جوي. يلا شكرا. وات لازم نعبر باب هذا انا ما اعتقد. يلا حلو احنا وات. اوكي شو لازم نعمل؟ دقيقة نقفز. اوه خسرنا. شو لازم نعمل يا جماعة؟
اعتقد انه لازم نوصل للزر هذاك. شفتوا الزر هذاك يا جماعه؟ نجرب نعبر من الشيء هاي. لا كيف؟ دقيقه شو لازم نعمل؟ دقيقه دقيقه. اوه حلو. اوكي يلا حلو يا جماعة. الآن نضغط الزر بكل سهولة. ماذا الآن؟ أوكي أعتقد أنه راح نقفز المكان هذاك، بس راح نرجع من جديد للمكان اللي كنا ندرب فيه. أرجع من هني. يلا حلو يلا أقفز. أوكي اوه لازم ننقذ الدمية يا جماعة. يلا حلو انقذنا الدمية يا جماعة، والله تدريب حلو يا حبيبي. جيد جدا جيد جدا يا باتس. الان اعتقد انه التدريب انتهى يا جماعة، الان يبتدى الجد يا حبيبي. اوكي اعتقد انه وجدوا مكان او ما شابه تبع الجوكر وال اوكي. يلا يا حبيبي. اوكي الان اعتقد راح تبتدي المرحله تبعنا. يلا حلو المرحله الثالثه او الثانيه، والله المفروض الثالثه يا حبيبي. اوكي فيديو اخر، والله بتستمتع بهي الفيديو. اوه جوكر الجوكر يا جماعه. اوه هارلي كوين، والله هارلي كوين يا حبيبي. اوكي يخطط هو وهارلي كوين يا جماعة، ما بعرف شو عم يخططوا. اوكي ايش هاد؟ اوكي 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 عم يخططوا يا جماعة، هو والعملاء تبعه رجاله يا جماعة. اعتقد ما راح نكمل يا جماعة في المرحلة الثالثة، نخليها حتى الحلقة الجاية. اوه عرضوا، والله عرضوا يا جماعة. اوكي لا ما تقول لي انه راح. لا 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 وات يا حبيبي، والله ينهض. ظننته مات يا جماعة. اوكي اوكي يلا حبيبي راح تنتهي الحلقة تبعنا يا جماعة، هاي الحلقة التجريبية. وقبل ما ننهي الفيديو تبعنا يا جماعة، حبيت أتأسف 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 على الشاشة الصغيرة هاي يا جماعة. المفروض الشاشة صغيرة عندكم يا جماعة. والله حاولت مع اللعبة، حاولت وهذا اللي قدرت عليه يا جماعة. وهي المشكلة يا جماعة صارت لي أيضا مع لعبة هيتما ولعبة دراغون بول، لديك حتى الآن ما نزلت لكم هي الألعاب يا جماعة. اللي عنده حل هي المشكلة أو طريقة ما أو ما شابه يا جماعة، يكتب لي في الكومنتيرات وأنا طبعا راح آخذ بهي الطريقة وإن شاء الله نحل المشكلة ونزل لكم الألعاب هي يا جماعة. إلى لقاء آخر ويلا باي.